عندي عدس اصفر ورز ابيض، بصل وثوم وكركم، وعندي ملح وفلفل وكاري، كمون، زيت وبيض وصلصه وصوص. الصلصه دي للكشري يعني. حدايا توم ادي بصلايه اهي مع توم، ودول هعمل بيهم الصلصه. لازم نغير في اكلنا ونجدد. انا حطيت شويه كاري، حطيت شويه كركم، حطيت شويه توابل، ادي شويه ملح. لا ده لا اساسي الكمون اهو، كمون، حطيت كمون. وادي شويه فلفل اسود اهو كده يا باشا، اللي بتاكل طعميه وتتعشى بغاشة. وادي شويه طماطم بوريه اهو. قوم بقى ايه، نجيب بقى الميه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الاول نحط الرز بتاعنا عشان كله يستوي مع بعضه اهو. انا عايز اعمل حاجه تعجب الساده المشاهدين، ان هم خيرهم علينا وعشان ايه يفرحوا معانا. وادي شويه كركم وكمون وكاري عشان نضح لك شويه بيض كده اهم. لسه عندي الصلصه هنعملها دلوقتي، اللي انا هصفرهم دلوقتي. كده عملنا الصلصه بتاعتي اهي، ملح وفلفل وتوابل ومكعب مرق. الصلصه بتاع الكشري بعملها بطريقه حلوه،